سلا حديديا محاولة وادريس بن عمري. ماذا يقول الحكام؟ ضربة جزاء. اوي 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 اوي. سيناريو سيناريو، هذا هو السيناريو الذي كنت اتحدث عنه. الوداد الفاسي لم يركض للدفاع، هاجم، والمغرب الفاسي فعل نفس الامر. كان خطأ في الابعاد، تمريرة في العمق ومن مرة لها قادر فعل. خطأ فادح لمقبول يوسف. ادريس بن عمري لاعب سريع، اضطر امير برقدي. والصورة توضح لكم، الحكم التيازي اعلن عن ضربة جزاء. اذا ضربة جزاء وورقة صفراء لمحمد امين برقدي. اذا سيناريو هذه المقابلة، هل سنتابع سيناريو هدفين للمغرب الفاسي ام ان لامير برقدي كلمة اخرى؟ حمزة ابو رزوق سيسعى لتحويل ضربة الجزاء الى هدف. شعور مختلف ومتباين. الوداد الفاسي يتمنى التوفيق لامين برقادي، والمصويون يتمنون حمزة ان يركنها في الشباك. سنتابع حمزة ابو رزوق يسعى لتحويل هذه المحاولة الى هدف. نتابع والهدف التالي، ولكن الحكام يطلب اعادة تنفيذ ضربة الجزاء، والسبب واضح، احد لاعبي فريق المغرب الفاسي تجاوز الرقعة المسموح بها، رقعة 16 متر ونصف بالتدقيق. سنتابع، الحكم كان واضح والقانون واضح في هذه المسألة. حمزة ابو رزوق سجل الاولى، هل يعيد الثانية ام ان لامير برقادي كلمة اخرى؟ حمزة يسجل، والحكم يعلن مشروعية الهدف في نفس الجهة ولكن بطريقة اخرى. يسجل حمزة ابو رزوق، يسجل الهدف الثاني، هدفين للسفر. المغرب الفاسي يسجل الهدف الثاني من خلال هذه المحاولة. تمريرة صنعها قادر فال، استفاد منها بشكل ذكي ادريس بن عمري.